وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض رئيس تحرير صحيفة عكاظ جميل الذيابي. صباح الخير أستاذ جميل. أبدأ معك أستاذ جميل، يعني الدول الأربع تدرج كيانين وأحد عشر فردا إلى قوائم الإرهاب، وكانت يأتيهم دعما قطريا مباشرا على مستويات مختلفة. سؤالي هنا أستاذ جميل، إلى أين قطر ذاهبة؟ تفضل. الممارسات القطرية ليست جديدة وليست تجائية على الدول الأربع ولا على المجتمع الدولي، أصبحت هذه من سمات النظام القطري والسلطات القطرية، هي تدعم الإرهاب وتموله وتحرض وتعمل على ذلك، تجمع الأيديولوجيا الفكرية لتنظيم الإخوان والأيديولوجيا العملية لتنظيم القاعدة، وهذا الكل يعرف ذلك. لذلك هي استهدفت الدول الخليجية وحاولت أن تقدم الدعم المالي لتيارات وأحزاب تسميها دينية ويتتخذ غطاء للدين لأعمالها الإرهابية، وعناصرها متطرفة تهاجم كل الدول وتقوم بأعمال للأسف إرهابية. ونعرف أن السعودية والإمارات كانت على رأس الأجندة، على رأس أجندة هذه الكيانات التي تستضيفها قطر وتمولها وتحرض من خلالها. اليوم هذه التنظيمات والكيانات التي أعلنت وهي الثالث تقريبا بيان يعلم من خلال إدراجها قوائم جديدة على الإرهاب، نعرف قبلها منظمة الكرامة وقطر الخيرية ومؤسسة قرطبة وأحزاب الأمة وأيضا مؤسسة عيد آل ثاني، كل ذلك وجماعة الإخوان وأول إصلاح، كل ذلك تتخذ من الدين غطاء وهي في نفس الوقت تقوم بالتحريض على الإرهاب وتتخذ من العمل السياسي منبرا والفكري والشرعي. ولكن الأهم من ذلك أنه مكشوفة، أصبحت مكشوفة لدول المنطقة وللدول الخليجية على وجه التحديد، هي تقوم بدعم الجماعات المسلحة مثل فصائل المقاومة العراقية والحراك الشعبي وما إلى ذلك لضرب العملية السياسية سواء في العراق أو في سوريا أو في اليمن، ووصلت إلى دعم الحوثيين ولو لاحظت هذه الأسماء المدرجة الليلة، أحدهما يعني بحريني يرتبط بإيران ويقوم وهو أراغوز يعني في هذه الجماعة لضرب الأمن والاستقرار في المنطقة. كان لابد على الدول الأربع المقاطعة، مقاطعة قطر لأنه تستهدف الدول الخليج بوجه خصوص ولا تترك أي فرصة إلا وتظهر هذا التلون في حضورها سواء القمم الخليجية والقمم العربية، تتباهى بخطاب تعتقد بأنه مستقل وهي في نفس الوقت أعمالها والتحريض والتمويل وما تقوم به في من أجل زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة وخصوصا الدول الخليجية كان مكشوف. استغلت نعرف جميعا قناة الجزيرة بأساليب تحريضية لخلق الفتن والمشاكل في البلدان العربية وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية، وعبر اللعب على وتر الطائفية وشق صف المجتمعات سواء داخل المنظومة الخليجية أو أيضا داخل البلاد العربية. نعم أستاذ جميل، يعني تعاون الدول الأربع هنا كيف يمكن استثمار هذا التعاون في عدم استغلال الخطاب الإسلامي واستخدامه غطاء لتسهيل النشاطات الإرهابية المختلفة؟ طبعا كان لابد من فضح هذه الجماعات والكيانات والأفراد والأشخاص الذين يرتبطون بقطر ويقومون سواء يقيمون في قطر أو يقيمون منظمات خارج قطر وتمولهم وتقوم على دعمهم وتحريضهم بالقيام بأعمال تستهدف أمن واستقرار هذه الدول. هذا الفضح ضروري لأنه قطر تعمل على خلق الأزمات للدول والشعوب العربية من أجل الفوضى والخراب والدمار وزيادة التوتير والتعزيم في المنطقة. كان لابد بفضح هذه المخططات والنيات والسلوكيات القطرية الإجرامية التي الكل أصبح يعرفها، هي محاولات لتحريضهم حتى تحريض الناس للنزول والتظاهر وتقوم باقتناص مواطنين في بعض هذه البلدان لتغييبهم وأيضا تجنيدهم سواء بداعش أو القاعدة عبر هذه الأسماء وهذه الكيانات وهذه الأفراد الذين تستضيفهم. لا ننسى دور قطر المشبوه أيضا في دعم هذه الجماعات والمنظمات الإرهابية، وأكبر مثال على ذلك دعمت أطراف متطرفة في ليبيا على حساب الاستقرار والأمن الليبي ولا زالت تكتوي ليبيا بذلك. الدور القطري القذر امتد إلى دول الخليج لزرع الفوضى عن طريق عمليات تفجير داخل المدن الرئيسية، ونتذكر بأنه يعني تفجير المساجد كان في مجموعة من هؤلاء الذين قاموا بالتفجير كانوا ممولين من قطر، و
والجهات الأمنية تعرف ذلك جيدا، وكذلك أيضا بعض الخلايا سواء في الإمارات التي سبق أن اكتشفت خلية دخلت أراضيها، اعترف أعضاءها لاحقا بأنهم تلقوا تدريبات عسكرية في قطر وكذلك تمويل من قبل قطر. قطر تلعب على وتر الطائفية واستطاعت شق صف هذه المجتمعات، ونعرف في مصر كيف مولت ودعمت جماعة الإخوان المسلمين، وأكثر من ذلك ذهبت إلى الحوثيين وتآمرت على دول التحالف العربي في سبيل الاصطفاف مع ما تسميها الشريفة إيران. نعم، كان معنا من الرياض رئيس تحرير صحيفة عكاظ جميل الذيابي، شكرا جزيلا لك أستاذ جميل على هذا التفصيل وعلى هذا التوضيح أيضا.